الشهيد المرحوم إن شاء الله مقبول عند الله سبحانه وتعالى، عمره 34 سنة. علاقته بأسرته علاقة متينة جدا وممتازة ومحترمة، وعلاقته مع أصحابه برضه علاقة احترام ووفاء. الزلمة كان مدرس في مدرسة قباطي لغة إنجليزية، جميع المدرسين بشيدوا فيه أدب احترام أخلاق شجاعة معلومات. والله أطلق لنا خبر الاستشهاد، يعني متوقع الواحد يعني في كل يوم بصير شهداء بالضفة وفي أي بلد بصير، وما دام الشهادة لأجل الله سبحانه وتعالى أطلقنا بصدر رحب. ولكن كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن العين تدمع وإن القلب ليحزن. كان في طبعا المعلومات مجملها إنه الزلمة مزارع طبعا، الاشتباه صار قريب منه، منطقة اللي هو منطقة التركي وشمال التركي وغرب التركي. طبعا هو شاب مثل هالشباب، بيحب يقدم، بيحب شباب يندفع، وأجته الطلقة طبعا عن طريق الناس كما على ما يبدو، لأنه طلقة في عينه مباشرة مباشرة. بطل محترم شجاع، ما بيحبش الرذيلة. أخوه عنده هو سادس واحد، هو السادس، هما ستة بما فيهم عبد الرحمن الرحيم. أطفال عنده طفل وبنت.